بشاي ها؟ اي والله ما تدري الامور اللي تصير وراك وشو؟ شيل وحط انا من الظهر. وش فيه؟ رديت الرجل عنك. بسم الله. اي والله. رجل كاد ان ينتحل الشخصية وفي امور كذا مالية لكن بعد ينتحل شخصيتي؟ ايه يعني وزير الداخلية منتحل شخصيتي. والامور كان فيها فلوس. أزلت. لكن شوف التدخل حق تدخلات سريعة انقضنا بس. انقضتك الحمد لله انقضك الله اول شيء. ولا امدى الدورية عند الباب يا بيارة انزل. اطلع. يا را اطلع ايه يا مريم تلقاني ورا وراسي وانت تلقاك في المركز معتك انا اخي انا عارف وجهي اللي يعدل منه تدري في علي على طول احنا اصحاب حق شلون نعتذر يا ولد انا معلمكم من اول التيك توك والسناب هذا شفته كلام هذا مثل غرفه فيها غاز وفيها تنسيق بسيط بينفجر بس متى ما ادري الله يكفينا شر تبي تقبس الغرفه ذي ابي مرئياتك للقضيه اللي صارت ويا مرئياتي المخابز ما هي مثل بعض شلون في ناس تخبزك صح تحط الكود حقك حلو هذا يخبز الكود ويخبز فوق ايش خبزه يعني بعض الخبازين غشاش غشاش هذا غشاش تدري الله يسامحك اسمع بلغت هنا اي بلغنا خلصنا والشباب اللي هنا ما قصروا بعد عقب وراه يمكن انه محصل 2000 3 اسحبها بالله اي والله اسحبها لا بالشرك بلغنا عنه وفي بلاغ ثاني ان شاء الله بشكل رسمي التيك توك حقنا اهم شيء بلغ التيك توك ابشرك شوف اللي نيتي زينه يا ولد اموره تضبط كنا 20000 الحين 44000 وان شاء الله انه في علو باذن الله مخبزين بعض الشيخ القران وش اسمه حرامي لا يغشك ها بسم الله ويخبز غلط يا ابو خبز اخاف من غشنا ليس منه